بدنا نبدا هلا. في عنا بعد ما خلصنا تقريبا كل غطينا موضوع الكذب بكل انواعه بكل علاج والحلول، نحكي عن الدور الارشادي او الاسري في علاج مشكله الكذب. كيف يعني؟ هلا احيانا تيجي الام تطلب من التدخل اذا كانت المشكله تفاقمت في من المدرسه او مثلا احيانا من المراكز، اذا انه بتقدر تروح عندهم او طبيب نفسي، بانه كيف بدنا نبدا احنا نحكي بهذا الموضوع او كيف بدنا نعالج هاي المشكله. كثير مهم انه اول شيء الجلسات تكون في جلسات مع الام والاب او مع الام، خاصه اذا الاب مثلا ما بيقدر، انه بنقعد معها بنقدر نفهم احنا انه تاريخ الطفل من صغره كيف بدت معه المشكله ولوين وصلت، وهل هو انه اصبح الكذب عنده كمرض مزمن او لا. بهاي المرحلة يعني بنقدر نعرف كل إشي من الأم، وبعدين بنقدر نقعد مع الطفل أو الشاب بجلسات فردية. هلأ إحنا ممكن إحنا نستعمل كإرشاد أسري مع جلسات فردية مع الأبناء، وبنعمل جلسات اللي هي جماعي بنسميه إرشاد جماعي. كيف يعني؟ هلأ الإرشاد الفردي، أنا إذا أجت مثلا الأم كأم بتراجع إنها بدها إنه ابنها عنده مشكلة الكذب، ولاحظنا أحيانا المدارس اللي المرشدين الموجودين في المدارس بيلاحظوا إنه هاي المشاكل، إنه ابنك بيستدعوا الأهل إنه ابنك عم بيكذب، ابنك مثلا إنه هاي الأمور كتير زيادة عنه. في أولاد ما بيفرجوا للأهل بالبيت، بس بالمدرسة بيكون برضو إنه الأولاد بيكتشفوا إنه مثلا عم بيكذب أو والأم ما بتكون على علم. فهون إحنا دورنا إنه إحنا بنقعد مع الطفل أو مع الابنها، بنعمل جلسات الإرشادية وجلسات فردية بتكون يعني مش رح تكون أقل من 5 أو 6 جلسات، طبعا مع واجبات منزلية بتكون مع مراقبة من الأم. بنشتغل إحنا والأم مع بعض حتى نوصل لمرحلة إنه يعني سلوك الطفل إذا كان يعني الكذب أثر على سلوكه وسلوك سلبي، فمنحاول انه احنا نعدل هذا السلوك. بالارشاد الجمعي مرات احيانا بتكون عندنا مجموعة من الطلاب عندهم هاي الصفة، مش واحد يعني، ممكن احنا نجمع 5 طلاب 6 طلاب او 7 يعني من نفس المرحلة ونفس تقريبا العمر، عشان انه احنا ممكن نرتب لهم جلسات بتكون برضو نفس الشيء تعارف بينهم، بحسوا انهم هم هاي الصفة انه موجودة عندهم، كلهم بدهم يدوروا على حل انه يعالجوا فيها هاي المشكلة، ونمشي بهذا بجلسات نفس ما حكينا عن الفردي. نحتاج الى برضو 6-7 جلسات من رتب لهم برنامج، من نعمل تمارين، من نعمل اشياء اللي هي من نعلمهم كيف انهم هم كمان يصيروا يراقبوا نفسهم، بنعلمهم مهارات. كتير مهم انه اذا كانت جلسات فردية او جماعية انه يتعلموا مهارات. كيف مهارات؟ مثلا انه بتحصنهم من انه ما يكذب، يراقب نفسه، مهارة التحصين ضد التوتر، مهارة في عنا في ولاد مثلا انه ممكن يعصب يضطر من عصبيته يكذب على اهله، بنعلمهم اللي انه كيف تقليل الحساسية التدريجي، انه كيف يخفف عصبيته، كيف يخفف اندفاعه لما حكينا عن الكذب الاندفاعي، كيف يخفف الانتقام من ناس تاني بانه بطرق الكذب. فهي كلها مهارات بتعلمها الطفل او الابن، وبيكون دائما بنحكي لازم يكون في تواصل ما بين الدور المرشد الاسري او الطبيب النفسي مع الاهل. احنا بنكون هيك ان شاء الله انه خلصنا موضوع الكذب وغطينا يعني كتير امور مهمة فيه، وبالحلقات القادمة ان شاء الله سنتطرق الى مواضيع تربوية بتهم الاسرة وبتهم اطفالنا كابناء، ونشوف طريقة علاجها باذن الله.